مساء الخير يا جماعه. ايه ده؟ استاذه عليا، استاذه عليا تعطفت وجات البروفا. يا جماعه كلنا نرحب باستاذه عليا انها نورتنا في البروفا. الله. بس نعم، بروفتك ميعادها الساعه كام يا استاذه؟ المسرح ليه احترامه، احنا قاعدين مستنيينك بقالنا اكتر من ساعه. معلش انا اسفه، كان عندي مشاوير مع يوسف خطيبي. ايه؟ وليكن، انا بروفتي ما فيهاش ضيوف. ايه اللي جايبه؟ خطيبها بوصلها في منع. عادي يعني يا امجد، خطيبي جاي يوصلني بروف. لا لا مفيش مشكله، اهلا يا خطيبها، منورنا والله. يا ريت يا جماعه كلنا نرحب بخطيبها. ممكن يا خطيبها ما تاخرهاش تاني على البروفا عشان دي مواعيد شغل. يا عليا يا قلبي، مش هينفع تتاخري تاني على بروفه المسرح، مش عايزين الاستاذ عاطف الطيب يزعل مننا. صح يا قلب عليا، بعد كده هبقى اظبط الالارم. ولا اقول لك يبقى كلمني انت صحيني من النوم عشان اصحى على صوتك. ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ عمر وسامة يا ناس. لا بس انا زعلان والله، زعلان. ازاي ما تعزمونيش على الخطوبه؟ ينفع كده؟ لا معلش، اصل احنا عزمنا بس الناس اللي بنحبها، عشان كده مش هينفع نعزمك. تمام. وما عرفتناش بنفسك بقى يا استاذ يوسف، بتشتغل ايه؟ شيف. لا والله، طباخ يعني؟ ده انت حظك في رجليك، ده انا ماما لسه قايله لي يا امجد انا محتاجه طباخ وسفرجي، ابقى تعال. لا ما هي قالت لي امبارح وانا معاها. ايه؟ طب استاذ يوسف وخطيبته استاذه عليا اتفضلوا بره، البروفا دي مقدسه ومواعيدها مقدسه، واللي ما يحترمهاش مش هيحضرها. بره بره. بعد اذنكم. روق يا ريس. برضه مش هتعمل الدور. ايه رايك؟ روقتهولك. مش انت جايباني هنا عشان تغذي بيا اي خدمه؟ ده غريب قوي. ليه؟ عشان فاهم ومكمل، ودي حاجه مش طبيعيه. انا بعمل كل ده عشان اريحك. لا معلش بقى، دي ما اسمهاش روح، دي اسمها عدم غيره. وايا كان تبريرك ايه، مفيش راجل يقبل على نفسه كده. عارف بقى دي اسمها ايه؟ اسمها ثقه بالنفس. لا ما اسمهاش كده، اسمها ان انا مش فارقه معاك اصلا. استني بس، طب اوصلي عاليه. طب خديني وراك على السكوتر، خديني وراك على السكوتر. طيب اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.